ازيكم؟ النهارده هعمل لكم فراخ مشويه في الفرن في الكيس الحراري، بس مش اي فراخ، الفراخ بتاعتنا محشيه محشي ورق عنب. الفراخ بتاعتنا مخليه، احنا بنطلب من جزار الفراخ ان هو يخليها، شكلها من جوه بيبقى كده. احنا بنطلب منه يعملها اسمها فرخه منديل او فرخه فراشه، هي اسمها كده، بيخليها خالص، بيشيل كل العظم منها من جوه، ما بيفضلش فيها خالص غير العظمتين بتوع الجناح والعظمه الاخيره بتاعه الدبوس او الوركه من تحت. نتبل البصل بتاعنا، رشه ملح ورشه فلفل اسود، تعصير ليمون، وكمان رشه زيت، ونبدا بقى نتبل بيهم الفرخه. تبلها حلو عشان تشرب التتبيله كلها ويبقى الطعم جميل. فضي كده التتبيله كلها. نركن بقى الفرخه على جنب، وفي حله نجهز الخلطه بتاعه المحشي اللي هنحشي فيها. نحط شويه زيت، نحط البصل بقى بتاعنا، بصل مخرط، البصل بتاعنا دلوقتي دبل خلاص، نحط له بقى رشه شطه. طبعا ما بنحب المحشي بتاعنا مشطشط يعني. بصوا الحركه دي بقى، كمان ناخد حبه من الخضره بتاعه المحشي نحطها كده في البصل، دي بقى بتدي ريحه وطعم للمحشي روعه. ننزل عليها بقى كمان بمعلقه صلصه مركزه، نديها تقليبه كده عشان ريحة الطماطم المركزة تطلع مع الزيت وتدي ريحة جميلة قوي. خلاص كده جاهزة، نحط بقى عليها عصير الطماطم ونسيبها تتسبك، عشان كده تبقى خلطة المحشي بتاعتنا جاهزة. قبل ما ننسى، نرش كمان رشة من الخضرة بتاعة المحشي، يبقى كده الخضرة بتاعتنا قسمناها على 3 مرات، حطينا شوية على البصل وهو بيتحمر، وشوية على الصلصة وهي بتتسبك، والحبة اللي باقيين هنبقى نحطهم على الرز نفسه لما نحطه مع الطماطم المتسبكة. صلصتنا كده خلاص اتسبكت، الصوت بقى والريحة. نحط الرز، نقفل بقى النار، واخر حبه في الخضره هنحطهم طازه عشان يبقى ريحتها جميله وطعمها حلو. كده خلطتنا خلاص بقت جاهزه وجميله قوي، نبدا بقى ناخد منها ونحشي ورق العنب. سلقت ورق العنب، حطيته في ميه بتغلي وعليها رشه ملح وشويه عصير ليمون، سلقناه بالطريقه العاديه خالص وصفيناه وطلعناه. بصوا بقى الخلطه بتاعتي انا عاملاها طريه كده شويه، انتوا هتلاقوا فيها صوص شويه، هي المفروض تبقى متسبكه عن كده، انا مخليها فيها صوص شويه لان المحشي ورق العنب دوت هيتحط جوه الفراخ، فالصوص دوت هو اللي هيسويه ان شاء الله. نبدا بقى نحشي الطريقه العاديه بتاعتنا خالص، نعمل كده، نطبق الجنبين على بعض ونلف الصوابع بتاعتنا جامده وجميله. خلاص احنا حشينا ورق العنب بتاعنا بقى جاهز، الفرخة بتاعتنا جاهزة، هناخد ورق العنب ونحشي فيه الفرخة. بس قبل ما نحشيها بورق العنب نعمل شوية فتحات كده في الصدر، طبعا من غير ما ننزل ولا نقطع الجلد من تحت، احنا عايزين الجلد يفضل سليم. انا بس بعمل الفتحات دي احتياطي علشان تبقى مستوية كويس قوي، هو كده كده كيس الحراري بيخليها دايبة يعني مش بتبقى مستحملة خالص، بس برضو نعمل كده عشان نقدر نحط فيها اكبر كمية محشي ممكن. طبعا الكمية دي عمرها ابدا ما هتكفي اسرة ان هي تاكلها، احنا في اليوم ده بنبقى عاملين سيرفيس محترم كده محشي ورق عنب، ودي بتتحط في وسط السيرفيس واحنا بنقدمه علشان يعني نقدر بقى ناكل الكميه اللي احنا عايزينها، لان الكميه دي ما تشبعش حد يعني. نرص كده، طبعا مش عايزه اقول لكم بقى اللي بياخد له 2 3 صباع من المحشي ده بيبقى كانه خد كنز، لان بيبقى طعمه روعه يعني، بيشرب من صوص الفراخ وبيستوي من الصوص بتاعها، بيبقى طعمه كانك بتاكل فراخ بالظبط يعني. طبعا مش بنكربس الفرخه محشي كتير علشان نضمن ان المحشي يستوي والفراخ تستوي كويس.
وبرده عشان لما نقفلها نقفلها يبقى شكلها حلو وما تبقاش متضخمه قوي. نجيب بقى شويه عصير ليمون نحطهم على ورق العنب كده، كمان نحط حوالي كده يعني معلقتين شوربه مش كتير عشان بس نضمن ان هو هيبقى مستوي وجميل بس كده. ونبدا بقى نربطها بالخيط بتاعنا، نحط الخيط كده من تحت الجناح كده، نلف اول واحده بس، اول واحده بس اللي هنقعدها والباقي بقى هنلفه بس. ده الكيس الحراري هنحط فيه الفرخه بتاعتنا اللي محشيه ورق عنب ونسويه فيها. نجيب بقى البايركس اللي هنحطه فيه او صينيه اهو، نفتح الكيس كده نشيل الفرخه بتاعتنا، بقت مش اي فرخه طبعا بقى، دي فرخه محشيه. حطيناها كده اهو، طبعا احنا هنقلبها، هنحط شرايح بصل هنا عشان بقى ايه لما تستوي البصل ده ينزل كل الصوص بتاعه على الفراخ، ونخرجها من الكيس بمنتهى السهوله. ممكن للاحتياط نحط كده شويه شوربه صغيرين عشان نضمن ان كل حاجه تستوي كويس قوي. نجيب الكيس بتاعنا ونربطه بالخيط، نقلب بقى الفرخه بتاعتنا كويس كده عشان الوش والجلد ده اللي يحمر ويبقى جميل قوي. طبعا في ناس بقى كتير بتقول احنا نخرم الكيس الحراري علشان ما يفرقعش في الفرن، لا احنا لو خرمناه كمية كبيرة من البخار اللي هيبقى جوه هتخرج، احنا عايزين البخار دوت يسوي الفراخ حلو، فاحنا هنسيب الكيس مش هنخرمه. الحاجة بس اللي احنا ناخد بالنا منها ان احنا ما نقربوش للسقف بتاع الفرن، لان الكيس هيتنفخ جامد كده هيبقى عامل زي البالونة، فاحنا ناخد بالنا ان احنا نخلي الشبكة لتحت شوية عشان لما يتنفخ قوي في الفرن ما تخافوش هو مش هيفرقع، اهم حاجة ما يلمس الشواية لو الشواية مفتوحة. وعشان بقى الاحتياط نحط شوية مية كده علشان تفضل الفرخة طرية. هنقرب الشبكه بتاعتنا بتاعت الفرن من القاعده تحت علشان ندي فرصه للكيس الحراري لما يتنفخ ان هو ما يلمس سقف الفرن ويفرقع. دلوقتي هنحطها في الفرن لمده ساعه ومش هنفتح عليها خالص، وهي ان شاء الله هتحمر لوحدها. خلاص كده الطبق بتاعنا بقى جاهز، حطيناه في طبق التقديم، حاجه كده روعه. تشرفكم في العزايم، ما تنسوش بقى لما تعجبكم الوصفه اللايك والشير، وما تنسوش تتابعونا على الانستجرام وتشاركوا في القناة بتاعتنا على اليوتيوب. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.